مشروب هيكون معايا أو أول عصير هعمله هو عصير هيكون غني جدا بفيتامين سي. دلوقتي بيقولوا إن احنا لازم ندي للأطفال فيتامين سي، وكمان احنا ناخد فيتامين سي عشان نرفع المناعة. طب ليه بقى ما نعملش حاجات طبيعية وكمان تكون مليانة بقى فيتامين سي وفوائد هايلة وعظيمة جدا نعملها في البيت؟ أول مشروب هيكون معايا هنا، هيكون معايا ليمونة، تمام، وهيكون معايا برتقانة ومعلقة عسل أبيض وربع كوباية مية. هنعمل العصير ده ازاي بقى؟ سهل جدا، هيكون معايا هنا الخلاط بتاعي انا هستخدمه في العصير. هفضي ربع كوباية المية في الخلاط بالشكل ده، وهجيب الليمونة بتاعتي وهحاول اقسمها اربع قطع علشان اقدر اساعد الخلاط انه يضربها، تمام، وتتحول لعصير. كده انا قطعت الليمونة بتاعتي لاربع قطع هحطها في الخلاط. هنجيب بقى البرتقانة وتكون مغسولة كويس جدا جدا. هبدأ اشيل بس الجزء ده، تمام، بس انا غسلها كويس جدا ومنشفاها. هنقطعها لقطع برضو، تمام، بالشكل ده بقشرتها، وهبدأ احطها في الخلاط بتاعي مع الليمونة. هنجيب بقى معلقة ونبدأ ننزل معلقة العسل الأبيض. طبعا الأفضل ان يكون عندك معلقة بلاستيك او خشب تستخدميها وانتي بتاخدي العسل. هنعمل ايه؟ هنضرب بقى كل المكونات دي كويس جدا مع بعض في الخلاط، وهنكون كده عملنا اول مشروب معانا. الكاسة بتاعتي او الكوباية، وهجيب اي مصفى موجودة عندي وابدأ اصفي الخليط ده. وبكده هنكون حضرنا مع بعض اول مشروب صحي غني بفيتامين سي معمول من حاجات طبيعية وغنية جدا. طبعا البرتقال هايل والليمون هايل ومليان فيتامين سي، عملنا كوباية عصير هايلة جدا هترفع من المناعة بتاعتنا. ياريت بجد تعمليها ليكي ولولادك ولكل افراد الاسرة. طبعا هيكون الطعم لازع شوية عشان احنا عاملين العصير بقشر البرتقال وقشر الليمون، فممكن تضيفي المية او تزودي نسبة المية شوية علشان ولادك يتقبلوا الطعم. وده اول مشروب معانا لرفع المناعة، مشروب فيتامين سي. تاني مشروب هيكون معايا النهاردة برضو مشروب صحي جدا وغني قوي، وهيقوي من المناعة بتاعتنا وهيساعد على تجديد نشاط الخلية اللي بتهاجم اي فيروس موجود، تمام. هيكون معايا هنا جزر، انت استخدمي بقى كمية الجزر اللي تفضليها وتحبيها. انا جايبة هنا جزر غسلها كويس ومقطعاه قطع بالشكل ده. هيكون معايا هنا اقل من ربع كوباية مية، ومعايا كوباية عصير برتقال فريش، تمام. انا حابة اعمل عصير الجزر بالبرتقال بتاعي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ومش هنحتاج بقى ان احنا نستخدم المصفى ولا اي حاجة. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى اي كسرولة موجودة عندنا بالشكل ده، هبدأ انزل فيها الجزر واضيف المية بتاعتي. هحطها على النار لمدة دقيقتين بالظبط. انا حابة ان الجزر بتاعي يبتدي يدبل شوية صغيرين كده، وكمان الفايدة هتكون في المية بتاعته، تمام. انا رح احطه على النار وهوريكي شكله هيكون عامل ازاي. ده شكل الجزر بتاعي بقى بعد ما انا سلقته، سبته لمدة اقل من دقيقة بالظبط، يدوب الجزر بتاعي ابتدى يدبل، وكمان المية بتاعته مفيدة جدا، انا مش هرميها، هستخدمها مع العصير ومعايا عصير البرتقال. هنعمل ايه؟ هنروح على الخلاط، جيبي الكاميرا بس عشان تشوفي الخلاط، تمام. هنبدأ هنا نضيف كوباية عصير البرتقال، وهنضيف الجزر اللي احنا حطيناه على النار، تمام. هخلط بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. وبكده هنكون جهزنا مع بعض تاني وصفة لعمل مشروب قوي جدا لرفع مناعة الجسم.
عملنا مع بعض عصير الجزر بالبرتقال بطريقة مختلفة شوية بس صحية، ما استخدمناش فيه سكر خالص ولا عسل، استخدمنا البرتقال والجزر حاجات طبيعية. هنبدأ بقى هنا نجهز لتاني مشروب معانا، والمشروب بتاعي هيكون سخن. هيكون معايا هنا كركم وقرفة مطحونة وليمون ومعلقة عسل نحل. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى الفنجان بتاعنا بالشكل ده، وهنحط الكركم. الكركم حلو قوي ومفيد جدا يا جماعة، بيرفع مناعة الجسم. وهنزل بالقرفة المطحونة والبودر، وهنحط معلقة العسل. برضو تستخدمي حاجة بلاستيك او تستخدمي معلقة خشب، تمام بالشكل ده. وانا هنا الليمونة بتاعتي انا كنت مجهزة العصير بتاعها بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى المية السخنة بتاعتنا وهنفضي على الخليط ده. وبكده هنكون جهزنا المشروب بتاعنا، مشروب قوي جدا جدا لرفع مناعة الجسم. القرفة بقى بتعمل ايه؟ بتقتل كل بقى البكتيريا اللي بتبقى موجودة في الجهاز التنفسي، وكمان بتكون موجودة في المعدة، تمام. اول حاجة بس هنبدأ نعملها ان احنا هنشيل الغطا وهنغطي الكوباية بتاعتنا لمدة دقيقة بالظبط، وبعدين هنشربه بالشكل ده، تمام. تاني حاجة بقى الكركم بيعمل ايه؟ الكركم قوي جدا، بيقتل كل البكتيريا والفيروسات اللي ممكن تهاجم اجسامنا، بيقوي المناعة، بيحارب الخلايا السرطانية، كمان انا هتكلم بس يعني في كل حاجة بحطها خاصة بالمناعة والجهاز التنفسي، مع ان هم ليهم يعني فوائد كتير جدا، تمام. الكركم كمان بيركز على بقى الجهاز التنفسي، بيقوي المناعة، وكمان بيتخلص بقى من كل الشوائب اللي بتبقى موجودة في الجهاز التنفسي، سواء الناس اللي عندهم كحة شديدة بيهدي الكحة شوية. الليمون طبعا حلو جدا وغني عن التعريف، مليان فيتامين سي ومفيد قوي قوي قوي، وكمان بيقتل كل البكتيريا والميكروبات اللي بتبقى موجودة في الجهاز التنفسي. العسل مذكور في القرآن ومفيد جدا وفوائده عظيمة بجد، مشروب هايل اشربيه مرة في اليوم. وكمان هم بيقولوا ان الفيروس اللي موجود دلوقتي في الجو بيموت عند درجة الحرارة العالية، يعني سوري يعني تكون المية سخنة، تمام. طبعا المشروب بتاعنا ده سخن، فاما نيجي نشربه هيقتل بقى كل البكتيريا والجراثيم اللي ممكن تهاجم المناعة بتاعتنا بقى في الجهاز التنفسي. الناس بقى اللي بتعاني من كحة شديدة وكده، يعني بصي مشروب هايل اشربيه مرة كل يوم او مرتين، بجد حلو قوي وطعمه حلو جدا جدا. رابع مشروب بقى هيكون معايا سهل جدا وبسيط، ولازم بقى نشربه كل يوم، يعني معروف. هيكون معايا بقى الليمون والعسل النحل، تمام. لازم نتأكد ان العسل الابيض بتاعنا من مصدر موثوق، يعني نجيبه من حد كده يكون مصدر ثقة او نجيبه من المنحل، تمام. هنجيب بقى الكوباية بتاعتنا كده، وهنبدأ نحط فيها عصرة الليمون، وكمان هيكون عندي شريحة ليمون هحطها، وهنزل بالعسل بتاعي. بصي حلوة قوي، بيقتل كل الفيروسات والبكتيريا اللي بتهاجم الجهاز التنفسي. وبرضو هبدأ انزل المية السخنة بتاعتي بالشكل ده. الليمون حلو جدا، مطهر عام، والعسل طبعا يعني فوائده عظيمة، كل البيوت فيها ليمون والعسل موجود عندنا، ليه بقى ما نشربش عسل بليمون سخن؟ تاني هقولك، بيقولوا ان الكورونا او الفيروس اللي موجود دلوقتي او الميكروب ايا كان بيموت لما بنيجي نشرب حاجات سخنة، يعني
كل ما تشربي سوائل سخنة كتير كل ما ان شاء الله هتحافظي على نفسك وتتجنبي الإصابة أو العدوى. مشروب حلو جدا وغني، اشربيه بقى مرتين في اليوم 3 مرات، وكمان اسقيه لولادك. الليمون مطهر ومليان فيتامين سي، والعسل غني جدا جدا عن التعريف، فوائده عظيمة، مشروب بجد صحي قوي. وبكده هنكون جهزنا مع بعض 4 مشروبات قوية جدا لرفع مناعة الجسم. عملنا مع بعض 2 عصير و2 مشروب ساخن، بجد مشروبات هايلة جدا. شوفي بقى اللي يعجبك واعمليه وشربي منه ولادك وافراد اسرتك، بجد مشروبات هايلة جدا، هترفع مناعة الجسم، هتقوي الجهاز التنفسي، هتحارب اي بكتيريا او فيروسات تهاجم الجهاز التنفسي، ويا رب ربنا يحفظنا جميعا. عملنا مع بعض 2 عصير، اول حاجة كان عصير البرتقال بالجزر، وكان عصير طبيعي ما ضفناش فيه اي حاجة خالص، ولا سكر ولا عسل، وطعمه حلو جدا. عملنا عصير جزر بالبرتقال بطريقة مميزة ومختلفة، ما استخدمناش الصفاية، وكمان استخدمت الجزر بكل الفوائد بتاعته. تاني مشروب معانا، وهو مشروب قوي شوية وقوي جدا جدا كمان، اطفالنا ممكن ما يتقبلوش طعمه شوية، بس انت ممكن تزودي نسبة المية. انا عملت العصير كان عبارة عن برتقانة بقشرها ولمونة بقشرها، وحطينا عسل ومية، تمام، كانت 1/4 كوباية مية يدوب بس عشان المكونات تختلط مع بعض في الخلاط، وصفناهم. مشروب قوي جدا مليان بقى فيتامين سي، وبصي فوائد عظيمة جدا، هيقوي المناعة ويحارب البكتيريا والفيروسات اللي ممكن تهاجم أجسامنا. تالت مشروب معانا، طبعا مشروب غني عن التعريف ومهم جدا ومفيش اي حد ممكن يقدر يستغنى عنه، وهو مشروب العسل والليمون، تمام، وهو مشروب سخن وصحي جدا ومفيد، ولازم كلنا نشربه بصراحة، يعني عبارة عن مطهر عام كده لأجسامنا وكمان للجهاز التنفسي بتاعنا. رابع مشروب معايا، وكان مشروب برضو قوي جدا 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 وفايده عظيمة قوي، وكان عبارة عن كركم وقرفة مطحونة وعسل وليمون.